شباب وبر روح قديش وحضر شريط أبي. يقول الكتاب المقدس: انظر إلى نهاية سيرتهم وتمثل بإيمانهم. ربنا يريدنا دائما أن نبلش بالإيمان وأيضا ننتهي في الإيمان، مشان هيك يقول نهاية السيرة لازم تكون علامة أنه الثبات في إيمان. ونحن اليوم لما عم نوقف الوقفة والموقف هذا نودع حبر جليل كان معلم للإيمان، كان ثابت في إيمان، وإلى آخر لحظة إذا أردنا أن نذكره هو كان موجود في إيمانه في الرب يسوع. وربنا يسوع أعطانا علامة شلون نعرف أن الإنسان هو في إيمانه، قال انظروا إلى ثمارهم، من ثمارهم تعلموا منهم. وثمار الإنسان تدل عليه هل هو شجرة فيها أوراق فقط ولا شجرة فيها أوراق وأيضا ثمار. أوراق رح تكون الشكل الخارجي، ولكن ثمار رح تظهر الداخل إيش كان فيه، وهذا هو المهم اللي رح يحتاج ربنا انه يشوفه فينا. لما نقول المطران افرام برسوم، دائما اي شخص نذكر اسمه امام الناس يضل يكون في انطباع معين للوهله الاولى. لما نذكر اسم المطران افرام برسوم دائما الانطباع الاول يجي ببالنا وجه بشوش ضحوك، انسان صاحب نكته طيبه، صوت بلبل غريد يخلي النفس تنتعش لما تسمعه يصلي، لما تسمعه يقدس، طيب المعشر تقعد معه ترتاح نفسيا، يعطي راحة نفسية. لما يذكر اسمه تذكر انه شاعر سرياني عنده نفس طويل بالشعر، بلش بقصيدته فما تحس بالملل، بس كمان نفس طويل طويل، وهذا امر صعب هو انه نشوفه ايضا في الناس اللي يكتبوا الشعر. تذكر مطران افرام برسوم تذكر الاناقه والشكل الحلو والنظافه. تذكر مطران افرام برسوم في الكنيسه تذكر طلبه هي. انا كراهب مده 15 سنه كسكرتير مع سيدنا البترك المرحوم المثلث الرحمات مرناطه الزكاه الاول عواص، كان بحكم عملي في السكرتارية كنت دائما أروح معه إلى مطرانية بيروت عند سيدنا أفرام. وعلى المنابر أحيانا في الخطابات الإنسان يقول ويطلق صفات يمكن ما يكون محضر لها، بس وقت يطلق صفة الشخص في الجلسات الخاصة ويرددها دائما معناته يكون يعنيها. وكان سيدنا زكا لما يذكر المطران أفرام يقول عنه المطران النبيل. كانت هاي